في اي انديه تتناقش في ازاي يحددوا بطل الدوري المصري لو استمر الوضع كده، ها انت هتقول له يا عم اسكت خليك اقعد على جنب، انت بتتكلم في ايه؟ ده في حد قال يتعمل مباراه فاصله بين الاهلي والزمالك، مع ان الاهلي الاول والزمالك الرابع، مع كل الاحترام يعني كل واحد، طب ما بتاع بيراميدز هيقول انا الثالث، بتاع المقاولين هيقول انا التاني. ده فراغ يا استاذ جمال. ما انا بقول لك. انا يعني فاهم يعني اللي اتكلم في الحاجات دي تقدر تقول لك ده فراغ بقى. بالظبط، لكن احنا بقى عايزين نناقش الامور الموضوعيه اللي الناس تستفيد بيها مجرد احنا بنناقشها. يعني على مدار الاسبوع الماضي رحنا اتكلمنا في موضوع الاقتصاديات وتاثير توقف النشاط على الخسائر الاقتصاديه والماليه، طبعا في خسائر على الانديه وعلى الاتحادات. لكن عايز ارجع لجزئيه الغلق، او النهارده القرار اللي خده النادي الاهلي بفكره غلق المقر الرئيسي والفروع المختلفه، غلقه كلي. لان هو كان في البدايه بعد التدابير الاحترازيه، في البدايه انت خدت بعض الاجراءات الاحترازيه من لغايه الساعه 7 8 بالليل، بعد كده غلق النادي، عمل الموظفين والعاملين يكون 5 ساعات بس. لكن النهارده لما الامر دخلت في الاسبوع الثالث بتتعامل مع التدابير اللي الدوله خدتها والتوجهات. أيوة. ومع طبيعه الاسبوع الثالث، وطبيعه الاسبوع اللي احنا قلنا الاسبوع الثالث ده انت دلوقتي عامل ترمومتر لعدد حالات الاصابه، تمام، عدد الحالات اللي بتصاب. لو زادت، لو الكيرف زاد لا قدر الله، يبقى انت ماشي غلط. يعني هو التحدي حتى اللي اعلنته الدكتوره هالة زايد كوزيرة للصحة، انه احنا دلوقتي في مرحلة هنشوف الترمومتر طالع، قصدي المنحنى طالع ولا نازل، ده خلال الايام القادمة. لانه التجارب اثبتت، يعني الصين مثلا تجربتها انها انفجر عندها الموضوع بشكل رهيب، مظبوط، وبعدين اتخذت اجراءات وتدابير احترازية ووقائية، ابتدى الموضوع يقل يقل لغايه ما اختفى. عكس ما يحدث فين؟ في اوروبا، في ايطاليا او في اوروبا. الكيرف بيطلع، وفي امريكا، وفي امريكا الامر في امريكا النهارده وامبارح ابتدى يختلف. يبقى ده يتوقف على ايه؟ يتوقف ساتر ربنا سبحانه وتعالى اولا، والاجراءات والتدابير الاحترازيه. بالظبط، هي دي اللي هتحدد لك عدد المصابين بيقل ولا لا، عدد الوفيات لا قدر الله، وحالات الشفاء كمان، وحالات الشفاء، التعافي. فدي يعني انا بقول ايه، دي مباراة صعبة جدا، مباراة لو اتكلمنا بقى احنا بنتكلم في برضه وحشنا الرياضة، بس هي مباراة صعبة جدا بين العالم كله وبين هذا الفيروس. مظبوط، من ينتصر؟ من ينتصر؟ إن شاء الله الإنسان ينتصر بإذن الله. إن شاء الله، طيب كله بأمر الله بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. طيب الناحية بقى فيها أمر متعلق باللعيبة، التوقف ده التأثير سلبي إزاي؟ لأن مش على اللعيبة بس في مصر، أنت بتتكلم على لعيب الكورة في العالم وعلى الأندية. بص أنا شايف، بقول لك أنا قلت يبقى في عالم ما بعد ما بعد الكورونا. الناس لازم لازم من ضمن المسؤولية، من ضمن المسؤولية الاجتماعية والشخصية للاعب، أن يقدر ظروف ناديه. تمام، دي مهمة جدا. يعني النهاردة لما تيجي أنت بتجدد عقدك، والنادي عنده مشاكل مادية، ما فيش داعي يعني تبالغ. يعني خلي الأمور زي ما النادي بيديلك، أنت كمان تقدر الظروف، لأنه خلي بالك